بدنا نحكي عن ضيف كتير عزيز علينا، هو خارج عن النص، مختلف بأسلوب حياته وبأفكاره وبمحتوى حتى بشكله. يعني قديم هو بعالم صناعة المحتوى، تنقل من منصة لمنصة ليواكب كل جديد وقدر يحافظ على الاستمرارية بمرور السنوات. نحكي عن إبراهيم رمزت، صانع محتوى سوري نباتي أو فيجن من أكثر من 10 سنوات، بينقل أسلوب حياته لمتابعينه يلي باعتقاد معظم هدول المتابعين إنه مو بس نظامه الغذائي اللي هاممهم، كمان شعره. ليه؟ خلينا نشوف سوا. معنا ابراهيم رمزت، صانع محتوى، اهلا وسهلا فيك يا ابراهيم. ومبدئيا يعني احنا من الناس اللي انبسطنا كثير بالفيديوز اللي بتعملها، وهي هي مبسوطه مبدئيا وهي عم تشوف الفيديوز. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيكي، مرحبا. ابراهيم مبدئيا انا كثير غيرانه من شعرك. انا عم اطلع انا عم بندب بحظي انه انا ليش شعري مش شعرك. سؤالي هو يعني محتواك على السوشيال ميديا اكيد عن الفيجن لايف ستايل تبعك، بدايه ليه فيجن؟ يعني ليه قررت تتبع الحميه الفيجن؟ هلا انا من زمان كنت اهتم كثير بالاكل واتفرج على وثائقيات خاصة بالأكل، ففجأة من 10 سنين تفرجت على وثائقي خاص بالأكل النباتي وهيك طقت معي، وشوي شوي صرت أتعلم أكثر وأتفرج على فيديوهات أكثر وأختبرها بنفسي، واكتشفت إنه هذا النظام المناسب إلي وعلقنا خلص. أوكي، طب من متى تقريبا، يعني بما إنك حكيت أنت عم بتشوف هاي الفيديوز وحبيت هذا العالم، عالم الفيجن، من متى بدأت هذا الشيء أو هذا الدايت خلينا نحكي، أو كيف أنت بتحب توصفه؟ من 10 سنين، يعني تقريبا 10 سنين وشهرين بلشت بهي الخطوة. هلأ ما حولت فورا فيجن، كنت بالأول فيجيتيريان، يعني كنت أكل بيض وحليب، بس كنت امتنع عن منتجات الحيوانات مثل السمك واللحم والجاج. أوكي. وشوي شوي صرت أتعلم أكثر، ويعني حسيت أنه هذا النظام المناسب إلي. يعني سؤالي لك هو انه كيف عمل فرق الفيجن لايف ستايل بحياتك؟ انت بلشت فيجيتيريان، ليه اول شيء كنت فيجيتيريان؟ ليه ما تاكل لحمه؟ من الاخر شو الفرق بحياتك؟ هلا هي بس يعني نقطه وصل بين انه انا بحس انه عم باكل حيوان، وحسيت انه يعني فيني احصل على كل العناصر الغذائيه من الاكل النباتي وأعمل أكلات كتير طيبة وأطبخها بالبيت بدون ما أذي حيوان. هلأ يعني هذا الشيء اللي أنا عم بحكيه، بس يعني صحة وهنا على قلب كل الناس اللي عم تاكل ويعني وكل الاختيارات الغذائية، بس يعني اللي عم يصير حاليا بصناعة اللحم كتير مضر بالصحة بالبيئة وكمان على الحيوانات بطريقة التعامل الوحشية اللي عم تصير. عزيز. بس كمان صحة وهنا على قلب. انت ذكرت نقطة كتير مهمة، وهي انك انت بدأت تتعلم تطبخ الأكل اللي هو يعتبر فيجن. طب كيف قدرت تتعلم هاي الطبخات وما كانت صعبة؟ فكرة انك أصلا تتفرج شاب يتفرج على فيديوز ويطبخ، يعني بالنسبة لشاب يعني مملة، وزائد انه انت مغترب، يعني كومبينيشن غريب مكلكع لحتى تصير فيجن. مكلكع. هلأ فكرة أنه الشاب يطبخ، أنا يعني بلشت أطبخ واعتني بحالي لما كنت اعتني بأكلي، بطلت بدي أكل من الأكل البرة، مع أنه الأكل اللي برة ممكن يكون طيب مرة بالأسبوع مرتين بالأسبوع. فبلشت أطبخ بالبيت، يعني من ساعة ما ممكن انتقلت من دبي لأبو ظبي بلشت شوي شوي أتعلم كيف أطبخ. فهي بدأت قبل ما أكون نباتي. هلأ هي الخبرة بإني أطبخ وأعرف كيف أشتري وأعرف كيف أتعامل مع الأكل أكيد كتير ساعدني لحتى أتحول للأكل النباتي، لأنه الخيارات النباتية بالمطاعم كتير قليلة. صح. يعني أنا بس قبل ما أسألك هيدا السؤال، أنا بس حابة تعمل شيء، يعني فيك تفك لي شعراتك شوي، نتأملهم شوي. هلأ على الهواء. هلأ على الهواء بس فك لي هون، أعمل لي هيك. مع انه يعني الـ شوي شوي الفيديوهات الشعر، يعني يمكن انا نزلت 4 فيديوهات خلال ال4 سنين حطيتوه انتم كله،
كلهم بال ما انت طلع لا خلينا نوصل لك فكره، احنا يعني مجموعه كبيره من محبين الكيرلي عن جد، وانا من الناس اللي يعني كنت كيرلي واختفى الكيرلي، فمن هاي النقطه كيف تعتني بشعرك الكيرلي وساعدني ارجع شعري الكيرلي؟ شكرا لك قبل ما تجاوبني. هلا اللي ساعدني اكثر شيء الاهمال صراحه، يعني انا بما اني شاب فما كثير بعتني انه اصبغ شعري ولا اطلع اسشور شعري، فالحراره الصبغه العنايه الزائده بالشعر هي كلها بتاذي الشعر. صح. فانا بحس انه يعني جينات على تركت شعري مثل ما هو على شويه عنايه بسيطه خلال الاسبوع، يعني ما بعمل شغلات كثير، يعني ما بعمل ماسكات شعري، يمكن اخر مره قصيته بالبيت. لحظه يعني هلا انت شعرك اصلا هو كيرلي؟ يعني هو الفكره العنايه بالشعر الكيرلي انه نحن بنعتني بشعرنا ومنشوف كيف حيطلع. هلا انا تقريبا ويفي على كيرلي، في ناس بتعمل نفس الروتين بيطلع كيرلي كتير وفي ناس بيطلع ويفي اكثر. اوكي فهمنا المشكله خلص. يعني انا حابه افهم شغله، انه انت عايش بكندا واكيد الطقس كتير جاف هونيك، يعني كتير فيه جفاف بالاخص خلال عاطفي ولا جفاف مناخي بالاخص خلال فصل الشتاء، يعني بيكون في كتير يعني تقلبات الطقس بكندا منا هينه بالمره. كيف انت تتاكد انه شعرك ما ينفش او يفقد تجعيدته؟ لأنه أنا بس أنزل على كندا خلاص بصير ستريت. كمان مرة هو يعني أنا شعري مو محور حياتي، فلما ما بيكون لما بينفش عادي جدا، لما بيزبط ممتاز. فما كتير بحط جهد كتير كبير إنه ضل دائما كون بأحسن يعني مظهر. بالعادة يعني 90% من الوقت أنا برفع شعري لفوق على الكعكة، فما كتير بيبين هذا المنظر، يعني هذا المنظر بيبين بعد ما أتحمم مثلا بيوم يومين ثلاثة بالكتير. حلو. بعدين بيرجع بدي أعيد الروتين. فمثل ما حكيت لك أنه يعني أسلوب حياتي كرجل وتقريبا مهمل شوي لشعري، كمان هذا ساعدني، يعني ساعدني أنه أنا ما كتير عم حط كتير جهد وأقسى على شعري لحتى يطلع بمظهر. واللي هذا اللي انا حسب معرفته من الانترنت صراحه، يعني حدا من المتابعين حكى لي على روتين الشعر الكيرلي، بحس انه هذا اكثر شيء بيأذي الشعر. زائد جينات، يعني بحس انه يعني اللون على كلها جينات، يعني ما او وراثه يعني. اوكي يعني ابراهيم مبدئيا يعني يخلي لك شعراتك الحلوين مبدئيا وجود لك بكل شيء بتعمله. وشكرا كثير لك انك كنت معنا بدردشات، نورتنا.